حرب أظهرت كفاءة المقاتل المصري، مكنته من استعادة الأرض والكرامة. الأمر بالنسبة للهجوم جلبت بخط أيدي أنا، أمر عبورنا وأمر عبور سوريا وأمر وحدتنا كعرب. تم التنسيق ما بين القيادة في سوريا والقيادة في مصر لساعة الصفر. الضربة الجوية تمت، 220 طيارة، جميع الأهداف بتاعت الضربة دمرت. فالرئيس قال مبروك يا أولاد، العدو فقد توازنه. لذلك تحطمت أسطورة التفوق الجوي الإسرائيلي في الساعات الأولى للحرب. أكتوبر 73، 50 عاماً من العزة.